ثلاث معلومات عايز أشارك حضراتكم في عن ليلة النصف من شعبان. معلومة الأولانية، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عباده إلا مشرك أو مشاحن، وفي الرواية الأخرى فيغفر لكل عباده ويذر أهل الحقد بحقدهم. المشرك متفقين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مين بقى المشاحن؟ المشاحن مش هو الشخص اللي واحد واكل ماله ومال عياله أو مزعله وغلطان فيه ومبهدله فمش قادر يسامح، لا، وده بني آدم طبيعي. لو قدر يسامح يبقى من الأولياء، وده اللي ربنا وصانا بيه على قد ما نقدر. لكن المشاحن هو اللي بيضمر، يعني شايل جواه نية الإيذاء بغير وجه حق. يعني أنا أبقى عايز من جوايا كده عايز أذيك، فعمال أفكر هقعد مع مين أتكلم عليك في ظهرك عشان أشوه صورتك، مع أصحاب فلانيين ومع أصحاب القرار في الشركة عندنا اللي إحنا زمايل فيها مع بعض. هو ده معنى الحقد، أهل الحقد، إضمار، إن جوايا شايل نية إيذائك وبحاول أتربص أدور أعمل إيه عشان أؤلمك وأوجعك. دول اسمهم المشاحن أو أهل الحقد. فربنا بيطلع بيغفر للجميع إلا ده. أولا ربنا بيغفر ليه؟ لأسباب كتيرة يعلمها الله، منها ربنا بيجهز قلوبنا لاستقبال أنواره في رمضان. أنوار ربنا يعني إيه؟ أنوار ربنا يعني المعاني اللي ربنا بيرميها في قلوبنا اللي بتخلي الإنسان يعيش في الجنة وهو في الدنيا. ربنا جنبي مش هيسيبني، وانا في البلاء هيلطف بيا، ده معنى لما اعيش بيه ابقى مسنود كده على ربي في البلاء، وفي النعمه هيحافظ لي عليها، ولما اجتهد هيكرمني ويفتح علي، ولما اخسر هيعوضني، ولما يسيبوني هيكون هو ونسي وسندي، ولما اكرم حد هيتمر فيه ببركه ربنا. المعاني دي اللي بتحلي الدنيا دي اسمها انوار ربنا. هذه الانوار ساعات بنحط احنا حجاب على قلبي كده، يبقى الانوار جايه والقلب رافض، مش جاهز، ما يستقبلش. عشان كده كان سيدنا الشيخ يقول لنا: ليس الوصول الى الله طريقا الى الله تقطعه، ولكن الوصول الى الله حجابا عن قلبك ترفعه. فاحنا ربنا بيغفر لنا عشان القلوب تستقبل انوار رمضان. طب ليه مش بيغفر للمشاحن؟ لأنه هو تجرد من صفة الله السلام. إن الله هو السلام، سلام قولا من رب الرحيم، اللهم أنت السلام ومنك السلام. ربنا ما بيأذيش حد، وإحنا جوانا ربنا أمر كده، ولكن كونوا ربانيين. فاللي يتجرد من هذه الصفة ويضمر الإيذاء تجرد من الربانية اللي فيه. فربنا يقول له: لأ، أنت الأول تتجرد من نية الإيذاء والإيلام والوجع ده علشان تخش مع المغفور لهم. بقول النهاردة قبل ليلة النصف من شعبان بيومين عشان تقعدوا تفكروا كويس في الموضوع ده، واللي عنده الإحساس ده تجاه حد يتجرد منه، يتخلى عنه، مش عشان حد، عشانك أنت، عشان تدخل أنت في زمرة المعفو عنه. دي المعلومة الأولى. المعلومة التانية معلومة جميلة قالها لنا مشايخنا: مش ربنا بيرفع الأعمال كل اثنين وخميس؟ ليه بقى بتترفع الأعمال تاني؟ فقال لنا سيدنا الشيخ إن ممكن واحد يعمل عمل معين. أنت مثلا تصدقت، فلما تصدقت مثلا خدت 100,000 حسنة، بس أنا شفتك وأنت بتتصدق، جيت بعدها بأسبوعين جالي قدامي واحد فقير وأنت كمان جيت قدام عينيا فعلك، فقلت أنا هعمل زي فلان اللي تصدق ده، فأنت كنت قدوتي لأنك أنفقت قدامي، فتاخد أجري لما أنا أنفق. من دل على هدى فإن له مثل أجر عامله إلى يوم القيامة. أو أنت تصدقت وبعدين لما الفلوس وصلت للناس البسطاء دعوا لك، ربنا يكرمك بعدها بأسبوع ولا أسبوعين عقبال ما شنطة رمضان ولا أيا كان وصلت، فكل ده ينضم ويثمر لك العمل ويرفع في ليلة النصف من شعبان. فحاجة كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. المعنى الثالث، ترفع ارتقي عن النقاش اللي بيحصل كل سنة في ليلة النصف من شعبان وبيتقلب لخناقة والشيطان بيضحك علينا، نصوم نهارها ولا لأ، وورد حاجة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في قيام ليلها ولا لأ.
ترفع عن النقاش ده، ما يبقاش ربنا بيطلع عشان يسامحنا الا اهل الحقد، واحنا نتخانق على الانترنت، واحد يجيب 100 دليل ان مش ما وردش حاجه، واحد تاني يجيب 100 دليل ان ورد. هو ده الخلاف الطبيعي جدا بين الفقهاء. الهوم وورك ده اتعمل من زمان، يعني الائمه الاربعه وغيرهم من كبار العلماء من اول الصحابه خلصوا الموضوع ده واستنتجوا في الاخر ان الخلاف ده معتبر، انك انت لو قمت ليلها سواء لوحدك او جماعة وصمت نهارها في ادلة على كده وفي اكابر عملوا كده، ولو ما عملتش كده في ادلة على كده وفي اكابر ما عملوش كده. خد الامور ببساطة، ده اللي بيسموه عندنا في الشريعة الخلاف المعتبر المقبول، اللي قال فيه العلماء اجماعهم حجة قاطعة، لو العلماء اجمعوا على حاجة مش هنخالفها، واختلافهم رحمة واسعة او رحمة واسعة. فترفع عن الخلاف ده، ما تخشش في النقاشات اللي على الوول بتاعت الفيسبوك اللي بيجيب الأدلة نعمل ولا ما نعملش. صلي ركعتين لو عايز بالليل لوحدك ولا مع غيرك، هتلاقي لها أدلة كتير قوي. ما تصليش وخليه يوم عادي بالنسبة لك، القرار عندك، وإن شاء الله بالنوايا كل متقرب إلى الله سبحانه وتعالى.